الطهارة تنقسم إلى قسمين. طهارة باطن من الشرك، وطهارة ظاهر من النجاسات. لابد أولا نطهر الباطن من الشرك، وطهارة الظاهر إما أن تكون من الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء والأكبر بالاغتسال. نعم، وطهارة من النجاسات لابد نطهر البدن والثوب والمكان الذي نصلي فيه. نعم، والطهارة الأصل تكون بالماء، وقد تكون بالمناديل، بالأخشاب، بالحجارة. هذا نعم، الأصل في مياه الأمطار، مياه البحار، مياه الآبار، الأصل فيها الطهارة.